بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، ويوم جديد من أيام الاستوديو التحليلي. والنهاردة يوم مميز جدا، هو يوم ظهور المارد الأحمر مع شوق الجماهير للمرة السادسة في مونديال الأندية. يوم تاريخي، وكل يوم الأهلي بيكتب تاريخ جديد، بيكتب تاريخ جديد في سجلات كلها بطولات وإنجازات. الأهلي نادي القرن، الأهلي النادي الأكثر تتويجا في العالم. النهاردة إن شاء الله مباراة الأهلي والدحيل القطري في أولى مباريات النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. ما تنسوش، كأس العالم للأندية دي مش مجرد مباراة عادية، ده شرف كبير لكل أهلاوي، شرف كبير للمصريين، شرف كبير للاعبين، شرف كبير للجهاز الفني، شرف كبير لمجلس الإدارة. مش أي فريق يقدر يوصل لمونديال الأندية، مش أي فريق يقدر يوصل لمونديال الأندية. وبتتكلم عن إيه؟ الأهلي هو الأول في مصر وفي أفريقيا، والأهلي دايماً مع الأندية العالمية، ودايماً النادي الأهلي هو مصدر السعادة والفخر لكل المصريين. 6 مشاركات متتالية في كأس العالم للأندية. هتقولي إزاي متتالية؟ هقولك لأن مفيش حد مصري، مفيش ولا نادي مصري تأهل لكأس العالم للأندية ومثل أفريقيا ومثل وكان خير ممثل لمصر غير النادي الأهلي. فدي المرة السادسة اللي النادي الأهلي بيمثل أفريقيا في كأس العالم للأندية، وده رقم تاريخي ورقم يدل على مكانة الأهلي الكبيرة في أفريقيا. ويمكن أنا عايز أقول إن النادي الأهلي بالمشاركة السادسة ديت تاني أكتر الفرق في العالم حضوراً في المونديال. النادي الأهلي هو الفريق المصري الوحيد اللي أنا قلت لك قبل كده اللي شارك في المونديال. خليك معايا، النادي الأهلي حتى الآن هو الفريق المصري الوحيد اللي شارك في المونديال. الكلام ده ممكن يزعل ناس مني، وممكن يزعل بعض المنتمين لبعض الأندية المنافسة، ولكن هي دي الحقيقة، هو ده الواقع، هو ده الواقع اللي قدام حضراتكم. أنا ما بجيبش حاجة من عندي، وعايز أفكركم وحضراتكم عارفين إن الأهلي موجود في مونديال الأندية السنة دي بالقضية،